السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا أجمل متابعين؟ إن شاء الله يارب تكونون بأحسن حال. وكالعادة جبت لكم قصة رائعة وجميلة. أتمنى بس قبل ما أبدأ بالقصة، اللي مو مشتركين عندي بالقناة يا ليت تزيدون شرفا وتنضموا إلى القناة، وكمان يا ليت ما تنسون زر اللايك قبل ما نبدأ في القصة. وتقول صاحبة القصة: أنا بنت يمنية عشت في قرية نائية بسيطة جدا، يعني حياتي بسيطة، لا نملك إلا عدد بسيط من الأغنام وبير ومزرعة ما تتعدى حتى أمتار، وحنا نعتبر بهذه الأملاك يعني أفضل من ناس كثير كانوا يسكنون القرية. وكان عندنا جيران يبعدون عنا أمتار، عندهم ولد شاب كنت أشوف الحماس كذا والرجولة فيه، ما عندنا أي اتصال بالعالم الخارجي بس التلفزيون، يعني حتى أحيانا يضبط وأحيانا لا. ولكن سبحان الله حبيت هذا الشاب من كل قلبي بحكم يعني إننا بنات، فكان يجي يساعد أبوي، يعني كذا كان لما يجي يطير قلبي يخفق يوقف، أحس كذا أجلس أناظر كذا فيه بحجابي وهو يبادلني نظرات. للعلم يعني وقتها ما تجاوز عمري 14 سنة، صراحة كان غرام حقيقي، يعني حب طاهر وعذري. فكان عند أهله يعني غير هذا الشاب كان عندهم بنت واحدة وهم كبار سن، يعني كذا جابوا البنت والولد هذولا على كبر. وبحكم معاونته يعني لأبوي وحق الجيرة وكذا، قال لأبوي تعال كل يوم بالوايت حقك وخذ لكم موية من البير. وكان وايته يعني التانك حقه صغير، يعني من هذه القديمة ما يشيل إلا حق يوم، يعني أو ما يكفي إلا يوم أو يوم ونص بالكثير يعني. وكان هذه من محاسن الصدف، يعني أجمل دواعي سروري إنه يمر لنا كل يوم يعني يجي يعبي موية. وكنت بس أسمع صوت سيارة كذا أطلع جري أشوفه، يعني ما عمري بحسيت بالخوف أو إن إنسان ممكن إنه يجرح قلبي في يوم من الأيام، يعني واثقة فيه، واثقة حتى إنه لي. ومرت الأيام وصار بيننا يعني سلام كذا وكيف حالك، لكن سبحان الله كنت أشوفها كذا كأنها قلوب، وكانت يعني برودة أطرافنا واضحة، ولو غاب كذا أقلق ولا عمر حتى قال لي حرف غير هذا الكلام، يعني بس السلام عليكم وكيف حالك. المهم سبحان الله هذا الآدمي جمع كل صفات الأدب والجمال والرجولة والحياة، حتى أنه والله العظيم يستحي أكثر مني، يعني ما عمر قد سألني عن اسمي. ومرة جاء وأشوفه كذا يدورني وناظر حول البيت، يعني بخفت أن أبوي يشوفني، يعني فرحت له وكان يشوفني لأول مرة. قال معليش بس بسألك سؤال، أنت إيش اسمك؟ قلت له اسمي نبيلة، يعني حسيت لساني حتى تلعثم أبغى أسأله يعني ليش تسألني عن اسمي. قال لا لكن هو يعني كمل كلامه، قال لي اسمعي أنا أبوي بنجي كذا ونتقدم عندكم، والله ولا أعرف اسمك، يعني أنت عندك أخوات وأنا ماني عارفة اسمك. فأنا ما خليته حتى يكمل كلامه، هربت من كثر الخجل، خلاص حسيت إن قلبي بيوقف من كثر الخوف، يعني خوف مع فرحة ما أدري، رحت حتى أني أجري أحضن أخواتي كذا وأعلمهم، ففرحوا مرة معي. وكان فعلا على وعده، مثل ما عرفته سبحان الله ومثل ما عرفه قلبي، يعني صادق وهو قول وفعل. ما أغربت شمس هذاك اليوم وجت اليوم الثاني إلا هو وأبوه كانوا ضيوف عندنا. فأمي مرة استغربت يعني من شغلي والأشياء اللي جهزتها للضيوف كذا من بدري، عيونها يعني فيها ألف استفهام، لكن أنا ما تكلمت. فرحب في أبوي وقال يعني إذا ما زوجت عقيل بالله من أزوج؟ عقيل هذا أعتبره حسبة والدي يعني، وخلاص أعتبره بنتنا عنده، يعني حتى لو أنه يبيها يأخذها الحين بدون أي شروط، والمهر اللي تقدرون عليه حتى لو بس خاتم حديد، يعني ممكن أي بنت غيري أبوها يوافق عنها ولا يكون لها مهر كذا ولا شروط وتزعل. لكن أنا سبحان الله أنا أسعد إنسانة بكلام أبوي، وعارف أني ما راح يعني ألاقي فعلا زي عقيل. وبعدها بأيام تمت الملكة، وأول ما شفته كذا وجلسنا كنت بأطير من الفرح، يعني خفيفة لأبعد حد، وكان صراحة رسمي يعني جدا وهادي ويكبت يعني مشاعره، عكس ليلة العرس سبحان الله اللي كانت يعني بعد شهر من عقد القران، يعني كان مستخف خفيف وأنا اللي ثقيلة. ومن عادات يعني عائلتنا أو العروس اللي تكون في بيت أهلها يعني أنه يخصصون لها قسم تعيش عنده ممكن أسبوعين أو ثلاثة، وبعدين عادي تنزف بيت زوجها، يعني يسوون لهم عشاء وكذا وتسكن عندهم في نفس البيت. فعشنا أجمل أيام من العمر، كان شهر عسل يعني في أفضل فندق. بعد عرفت وقتها سبحان الله إذا القلوب حبت والتقت، يعني ما يفرق معاها المكان ولا الحالة المادية يعني اللي هي فيها، السعادة والبساطة تكون في القلب.
فانتقلت بعدها لبيت أهله، وكانوا زي أهلي وأكثر، ما عمري حسيت معاهم بالغربة ولا الزعل، يعني حتى أنهم يحبوني زي بنتهم وأكثر. فبدأ زوجي في العمل، وما كان عنده وظيفة يعني محددة، كان يشتغل يعني في كل شيء، سواء يشتغل أجير عند راعي إبل، وأحيانا يعني يكون عندهم حصاد في المزارع الكبيرة ويشتغل فيها براتب يعني كذا، ويعطي من الثمار، وصار عندهم حتى مزرعة صغيرة يحرثها أبوه، وأحيانا يعني يطلع تمر وثمار وكذا ويبيعونها يستفيدون منها، وعندهم أغنام. فمرت سنوات جميلة، جبت فيها 3 أبناء ورا بعض، وحالتنا الحمد لله مستورة. دخل ولدي البكر المدرسة، وكان متعلق مرة في أبوه، متعلق جدا، كل يوم يعني أبوه ينتظر آخر الدوام قدام المدرسة. وفي يوم وهو كان الأصعب في حياتنا جدا، تعرض أبو زوجي يعني لسقوط من ارتفاع وهو يرعى الغنم، وكان المكان نوعا ما بعيد، يعني حتى أنه ما سمعنا صراخه ولا استنجاده فينا، إلين بعد رجوع ولدي من المدرسة كان يلعب يعني وسمع صوت بعيد، وراح علم أبوه، فراحوا جهة مكان الصوت هذا، وكل ما اقتربوا وضح الصوت أكثر، إلين وصلوا عنده، وكانت صراحة حالته خطيرة جدا، شالوا للمستشفى وجلس تقريبا 2 شهر، لكن خرج وهو ما يقدر يمشي خلاص. فمرت علينا أيام مؤلمة جدا، زوجي كان حزين على أبوه، وصارت مسؤوليات زوجي يعني مرة أكثر، أبوه يحتاج رعاية ويحتاج يعني اهتمام، ونفسية يعني أبوه جدا سيئة، كانت ما هو متقبل وضعه مرة، وما إنه يعني ما يقدر يمشي ولا يقدر يرجع للحالة الطبيعية زي ما كان أول. فصار زوجي مسؤول عن الغنم والمزرعة والخروج للعمل وكمان رعاية أبوه، فوصلنا لدرجة الفقر، تعبنا مرة يعني ضاقت فينا السبل. وفي ليلة من الليالي قرر زوجي أن يسافر السعودية يدور لقمة العيش، قال يعني في الفجر بلغي أبوي وأمي أني أنا مشيت خلاص، أنا ما أبغى أعلمهم يحزنون علي ويرفضون واضطر أني أجلس بعدين. فمشى والله دموعي يعني كذا على خدي، وأنا كنت حامل وقتها بالطفل الرابع. فلما صحي وبلغتهم يعني فحزنوا عليه مرة، وكان عندنا الحمد لله فلوس يعني أغراض تكفينا حتى 2، وكمان أبوي يعني مو مقصر كان معانا. وبعد 3 أشهر جانا شخص ما نعرفه وأعطانا كراتين كثيرة مقفلة يعني كذا، قال هذه من ولدكم فلان اللي هو زوجي طبعا. وقتها طرنا من الفرح ورحنا نفتح الكراتين، كان فيها فلوس وهدايا ودقيق ورز يعني وملبوسات، وحتى كان فيها رسائل خطية كاتب لنا أخباره انه وصل السعودية ونتقابل مع ناس من معارفنا، وسكن في احد يعني قرى الجنوب، واشتغل اجير في رعي الاغنام عند رجال يعني طيب، عرف ظروفه وساعده يعني باللي يقدر عليه واعطاه راتب كويس، وطمنا يعني انه هو بخير الحمد لله وصح وما ينقصه بس الا شوفتنا. ووعدنا انه كل 3 أشهر يرسل لنا مؤنة وفلوس نسد حاجتنا فيها. فالحمد لله حياتنا رجعت من جديد للأحسن، تطمنا عليه وصار عندنا كل شيء متوفر، بس يعني كنا نستنى جيته بس. فاستمر هذا الحال 2، وقبل موسم عيد أو رمضان يعني كذا يرسل لنا كل ما لذ وطاب، حتى ألعاب أطفالي يرسلها الملابس وكذا. فجبت بعدها يعني جبت بنت بعد 3 عيال، ومن يوم ان ولدت هذه البنت ما شافت أبوها نهائيا، ومع هذا كان يرسل لها ملابس حتى تجنن، وعلى قدها يعني على قد عمرها. فكبرت بنتي ودخل ولدي الثاني المدرسة، وحنا حتى ما شاف أبوه ولا سمعنا صوته. وبعد 2 غياب في عصر يوم الجمعة كنت أنا عند الحلال، وطلعت واقفة كذا أناظر إلا زول سيارة كبير يعني كذا جاي من بعيد ولها حوض، ففز قلبي وقتها، كنت أكيد أنه هو جاي، أكيد أن زوجي جاي، لأن اتجاه السيارة كانت يعني كذا قاصدة بيتنا. لكن قلت لنفسي يعني لي شهور وسنوات وأنا كل مرة أقول كل ما حد مر بالسيارة يعني من جنب البيت قلت لا هذا هو، ليش أحطم نفسي؟ فدخلت وقتها البيت وأنا يعني كذا سبحان الله كان عندي إحساس في قلبي أنه لسه يترقب الصوت يعني. بعدين وقفت السيارة عند الباب ولا أسمع الصوت الحلو اللي غاب عن مسمعي، عرفته كان يتكلم مع صاحب السيارة وكان يشكره، يعني من جد موقف ما أنسى لذته من كثر ما هو أجمل موقف صار معاي. ورحت بعدين عند عمتي وعمي وعيالي وعلمتهم، في الكل طلع له، وكانت أول مرة يعني أشوف دموع أبوه وأمه، وهو كذلك يعني لما شافهم بكى من كثر الفرح يعني.
فالحمد لله دخل في بيتنا الفرح وجاب هدايا وفلوس. والشي الغريب اللي جابه لنا بالنسبة يعني لنا كان شي غريب، يعني ما كان في أحد في قريتنا عنده جوال، فجاب لي جوال وعلمني عليه وقال لي يعني أنا راح أتصل عليك متى ما ألقى مكان اتصال أو كذا. فجلس معانا 3 أشهر وبعدها سافر، ولكن وعدنا يعني أنه يحاول يرجع لنا كل عيد. فحزنوا عليه يعني أهله مرة وأنا حزنت، لكن مع الجوال أول ما وصل الحمد لله كلمنا وطمننا عليه. فبعدها عرفت أن أنا حامل بالطفل السادس وكنت مرة فرحانة في الحمل مرة. فعلمت زوجي وقلت بإذن الله أنه حيجينا طفل جديد وكذا، قال لي إن شاء الله بإذن الله ما راح تولدين إلا أنا وموجود. فمرت شهور وكلمني زوجي وبشرني الحمد لله أنه راح يشتغل يعني في مزرعة كبيرة، وأن راتبه يعني حيكون دبل شغل الأول، وأنه مرتاح يعني في شغله، لأن زوجي سبحان الله من أول يحب الزراعة ويفهم فيها. وبعدها انتظرت كذا أسبوع لكن ما اتصل، انتظرت أسبوعين، مرت أسبوعين 3 وهو مختفي يعني ما له أي حس. اللي صار له في هذاك الوقت هو وصل للمزرعة يعني عامل جديد، ولقى يعني ثقة وتعامل كويس من صاحب المزرعة، بالرغم من أنه كان يشتغل في نفس المزرعة اللي معاه 3 عمال من دول عربية. شاف وقتها أن زوجي يعني أخذ منزلة وتقدير عند صاحب المزرعة، وهم أصلا ما كانوا حابين وجود عامل ثالث، يعني السبب لأنهم كانوا يهربون يعني ممنوعات من وإلى إلى المزرعة هذه. وزوجي سبحان الله كان حذق وذكي، لكن للأسف يعني خانوا ذكاؤه وقدر الله أمرا كان مفعولا. شافهم وراح واجههم وقال لهم أنه راح يعلم صاحب المزرعة يعني بالسرقة وبالتهريب والأشياء اللي يسوونها يعني من وراه. في واحد منهم من العمال الاثنين هذولا ضربوا على مؤخرة رأسه، ويقولون انه توفى في الحال، فقدروا يتخلصون من الجثة بأسرع وقت، وساعدتهم يعني ان المزرعة في منطقة نائية جدا وزوجي مجهول هوية. ويوم سألهم صاحب المزرعة قالوا صحينا وما لقيناه موجود. وكل هذه الأحداث طبعا احنا ما كنا ندري عنها نهائيا، احنا كنا نستنى يعني منه اتصال او انه يرجع. فمرت شهور لا حس ولا خبر عليه، وطالت المدة إلين 6 أشهر وحنا ما نعرف عنه ولا شيء. فصرت أبكي ليل ونهار، عرفت أنه صار له شيء لكن ما باليد حيلة يعني. فنقلنا للقرية وطلعت ولدي من المدرسة يوم صار عمره 12 سنة، وصار أجير يعني في بقالة. وعمي أبو زوجي توفى الله يرحمه، وأنا ما زال يعني عندي أمل أني أعرف مكان زوجي فين. وكل ما جاء أحد وقتها من السعودية وسمعت فيه رحت دقيت على بابهم وأسأل عنه يعني، وأرجع بخيبة أمل وحزن عميق يعني أكبته عن أطفالي، حتى أنه ما أبغاهم يشوفون الهم اللي أنا فيه. إلين صار عمر ولدي 15 سنة، وكان حتى ضعيف البنية يعني كان صغير في حجمه، لكن سبحان الله قويت قلبي وقلت له اسمع لازم انت تروح السعودية تدور شغل وتدور على ابوك. فامتلت عيونه كذا دموع كأنه خايف يعني من المسؤولية اللي انا حملته اياها. فرحت جهزت ولدي بكيس حتى لا يذكر من كثر صغره يعني، حطيت فيه ملابس وسكين وحتى حذيان احتياطية وقربة موي، واستودعت ربي. وقلبي وقتها خلاص يعتصر من الألم والحزن، مسكت يده كذا وكنت أوصي عليه وأعطيه الجوال اللي ترك لنا أبوه، وحطيت له رقم واحد من الجيران وقلت بس توصل هناك طمني عليك. ومشيت يعني إلين وصلت البلد اللي يعني يلاقي فيه مجموعة رجال هناك يروحون للسعودية يطلبون الرزق يترزقون الله. فلقيت هناك رجل 30 يعني في العمر عاقل كذا، وصيته على ولدي وسلمت على ولدي كأنها آخر مرة أشوفه فيها، حضنته كذا وأعطيته ظهري ومشيت عشان ما يشوف حتى دموعي وكسرتي كذا بفراقه. فجاء وقتها شخص وكان عنده شخص كذا وأخذهم كلهم، وأنا أشوفهم رايحين حسيت أنه سبحان الله قطع كذا من قلبي انتزعت. وبعد 4 أيام رحت أنا دقيت عليه يعني على جارنا وأقول له ها بشر عسى أكلمك الولد، قال لا والله أنه ما حد اتصل علي. ورجعت وأنا خلاص أجر خطاي وأندم كذا يا ربي أنا إيش سويت كذا، أقول ليش أرسلته يعني فقدت أبوه والآن راح أفقده. فما وصلت بيتي إلا وجاري يلحقني كذا قال لي خذي خذي الولد يدق. فكلمني ولدي حبيبي وطمنت عليه الحمد لله، ثواني حتى ما طول وانقطع الخط، لكن سبحان الله كانت كفاية علي مرة. دخلت البيت وسجدت سجود شكر لله تعالى. وبعد أسبوع رجع وكلمني وعلمني أنه للأسف يعني عشانه صغير وكذا ما حد قبل أنه يشتغل يعني عنده.
وكان كل ما سأل ناس عن أبوه قالوا ما نعرف عنه ولا شيء. وبعدها كذا شهر وأنا أدعي الله بالفرج من عنده، أدعي أدعي، كلمني ولدي وكان مبسوط مرة أني لقى شغل يعني في محل مستلزمات منزل. وبعدها جاء أمر بتصحيح يعني أوضاع المجهولين، وكان صاحب المحل وقتها طيب متعاطف جدا مع ولدي عشان صغير سن، ويعرف يعني ناس واصلين ما شاء الله، وقدر يعني يصحح أوضاعه ويطلع له إقامة. وبكذا يعني زال كل الخوف مني، يوم صار ولدي يعني مقيم بشكل نظامي وفتح له حساب بنكي وزانت أوضاعه، وصار يعني حتى أنه يحول فلوس لنا، واشترينا جوال وصرت أكلمه كل يوم. الحمد لله يعني على هذه النعمة حسيت أني أسعد إنسانة بالدنيا، لكن لا زال في القلب غصة يعني حبيب قلبي وزوجي وين، وما أعرف ما أعرف حتى له طريق ولا أعرف إيش صار له، هو حي هو ميت هو وين، ماني عارفة. فمرت 4 سنوات وكبروا البنات والعيال واشترينا بيت صغير، فولدي كان يزورني واتطمن عليه. ومرت الأيام والأشهر وبعد ما يئست يعني وكلت أمري للسميع البصير، وإني يخرجني من حيرتي هذه، وإني يخرجني من حيرة الفقد، وأعرف مصير زوجي يعني هل هو حي هل هو ميت. راضي الحمد لله تمام الرضا بما قدر الله لي وبما كتبه. فأرسل الله سبحانه وتعالى شخص من معارف زوجي محل ولدي، ولدي ما يعرف أصلا هذا الرجل أبدا، لكن سبحان الله الرجال هذا عرفه على الشبه، قال أنت مين وكم لك هنا تشتغل؟ فولدي كان حذر جدا، قال أنت ليش تسأل يعني؟ قال لا والله بس أنك تشبه صاحب محلي من القرية الفلانية اسمه عقيل. طبعا هو بس ولدي سمع الاسم قام يحضن الرجال ويسلم عليه ويحضن ويقول له يعني أن أنا ولده، وسولف شوي وقال له يعني لازم أقابلك بعد نهاية الدوام. وعلى طول اتصل علي ولدي وبشرني انه لقى واحد يعني يعرف ابوه، لكن ما سأله يعني عنه ولا اعطاه حتى التفاصيل لان كان عنده شغل، واتفق ان يتقابلون بنهاية الدوام. وهذا اللي صار، بس خلص ولدي شغله على الساعة 12 تقريبا في الليل، راح له مقر السكن وقابلوا وتعشوا سوا، وعلم ولدي ان ابوه مختفي له سنوات ولا عندنا حتى خيط يوصلنا له ولا حتى طرف امل. فكانت خيبة الأمل من جد إنه قال له يعني والله أذكره بالضبط هذاك الأسبوع اللي قلتهم إنكم فيه فقدتوه، ما أدري عنه يعني توقعت إنه ما زال في المزرعة اللي قال لي أو إنه رجع عندكم لليمن. قال له ولدي أنا بس لو أعرف يعني مكان المزرعة واسمها والله بروح أسأل عنه يعني هناك. قال الرجال أبشر أنا أعرف مكان المزرعة والحي اللي هي كانت فيه، لكن والله ما أدري يعني هل هي بقي مزرعة زي ما هي أو إنها تغيرت يعني تحولت لسكن، ولا قد رحت هذيك المنطقة نهائيا، لكن أذكر أبوك قال لي عن اسمها وهي تبعد من هنا 35 كيلو. فما صبر ولدي وركب سيارته وراح على المزرعة، ووصل والحسن حظه يعني لقاها ما زالت مزرعة ولها بوابة كبيرة، فوقف عندها ينتظر لين الفجر يطلع عشان يدق ويكلم يعني أصحابها. فغلب النوم وما صحى إلا بعامل من الجنسية السودانية كان يدق عليه كذا القزاز بقوة يصحيه، فاستغرب وجوده يعني قدام المزرعة. فقام ولدي وقتها مفجوع سأله يعني هل أنت تشتغل في المزرعة؟ قال للعامل إيه. فاستأذن ولدي وصلى عند الفجر وحكى له قصته من أولها لآخرها، لكن زادت الخيبة يعني قال والله يا ابني أنا مالي إلا 5 سنوات شغال هنا، ما أعرف أبدا يعني عامل يمان اشتغل عندنا يعني عند السيد هذا، لكن إذا تبغاني أدق عليه دقيت لك عليه. فقال له ولدي دق عليه. فراح العامل وكلم صاحب المزرعة وقال له والله انه يعني اشتغل عندنا عقيل، لكن ما طول يعني ايام وصحيوا العمال وهو هرب ما ندري يعني عن السبب. فانكسر خاطر ولدي، فقال للعامل يعني تبغى اعطيك رقم العامل اللي كان قبلي، كان يشتغل هنا من 20 سنة لكنه مريض وترك الشغل في المزرعة. فاخذ ولدي الرقم ودق، وردت عليه بنت سألها هل هذا رقم فلان بن فلان؟ قالت ايوه بس يعني ما يقدر يكلم. فطلبها وقتها موقع البيت وقال يعني أنا صديق قديم له، وأعطته الوصف وراح لهم ولقاه يعني حي شبه خرابة يعني ما تسكنه حتى البهايم. ودخل عندهم ولقى الرجل يعني في حالة يرثى لها من المرض وما عنده إلا زوجته، وعلمته يعني أنه مريض جدا وممنوع من السفر بسبب قضية يعني ظلم جات عليه. فقابله ولدي يقول أول ما شافني كذا ارتجف وجلس يبكي حتى بدون أني ما أتكلم. فخافت عليه زوجته قال لها يعني خلينا وحدنا، ويوم راحت
قال لولدي يعني الحمد لله أن ربي جابك لي بعد كل هذه السنين، أني أنام وأصحى دائما والله أني أفكر فيكم، كيف أني أوصل لكم حتى. فأخذ نفس عميق وقال أنت ولد عقيل صح، عرفتك والله من الشبه. فسألني يعني كيف قدرت أني أوصل له، وبعدها حكالي يعني السالفة كلها، أنه كان قاتل زوجي، وقال لأن أنا يعني من بعد هذيك الجريمة وهم مصيبة في مصيبة، وآخرتها هذا المرض العضالي اللي جاله، وحرمانه حتى من السفر إلى أهله. أما شريكه في الجريمة حصل عليه حادث، يعني كان ما بين مكة والمدينة، وتوفى زوجته وثلاثة من أبنائه، وتوفى هو بعدهم ب8 أشهر. فانصدم ولدي يعني بكى وقتها، يقول بكيت كثير، بكيت دم. فيقول وقتها ولدي يعني قال له أنا الآن بين يديك، وأبغى بس أنه تطهرني من هذا الذنب، مستعد أني أعترف قدام الشرطة ولك حق القصاص، والله يتوب يعني علي ويطهرني. فقال له ولدي يعني لا والله الله يسامحك، حنا عفونا عنك، لكن بس علمني فين دفنتوه، أنا أروح أزوره وأدعي له. فكلمني ولدي وكأن المصيبة كانت وقعت يعني علي توها، احترق قلبي، يعني حسيت أن قلبي خلاص طلع من بين ضلوعي، يعني ما تظن ما تغدر، أطيب وأطهر قلب في هذه الحياة، الله يجعل ما أصاب يعني في الفردوس الأعلى يا رب. زعلت مرة أن ولدي حتى عفى عنه، قال والله يا أمي إن سبحان الله جاهل جزاء في الدنيا، وحالته يعني لعل القصاص أهون منها، اجتمع عليه الظلم في قضية والهلاك في الجسد وسوء مكان عيشته، وهو في حال عذاب، الموت أرحم من الحال اللي هو عايش فيها. والقضية والشرطة راح تطول يعني طريقها والمراجعات لها، وبدون فائدة يعني خلاص راح الغالي. وراح ولدي صلى عليه ودعاله في مكان ما دفنه، وانتهى البحث عن فقيدي وحبيب قلبي. أخيرا سبحان الله، الله جبر كسري وكبر عيالي، وولدي تزوج الحمد لله في السعودية وصار صاحب محل هناك، وكانت يعني سبحان الله أنه ولدي الثاني برضو انتقل إلى هناك ولقى له شغل، فتح الله علينا أبواب رزقه يعني، فانتقلنا للعيش مع أولادي هنا في السعودية، ومرت يعني بأمور عظيمة ما يمر فيها أحد يعني، لكن سبحان الله ما أخرجني منها، وقدر لي كل أقداري ولطف بي وأخرجني من عتمة الفقر والبعد إلا الله. يعني سبحان الله هي قرب الحرمين وسعة الرزق هي ركعتين قبل الفجر، ما كنت أتركها ولا أزود عنها ولا أنقص، صارت حياتي جزء يعني لا تجزأ من ليلي، وأنا على يقين أنها هي سبب الفرج بالنسبة لي، وسبب استجابة لكل دعواتي اللي كانت ولا زالت. وبكذا انتهت قصتنا لليوم، أتمنى أني أشوفكم في قصة جديدة وفيديو جديد، أنا وأنتم بخير دائما إن شاء الله. إلى ذلك الوقت استودعكم الله.